زي ما احنا عارفين ان 8% من وزن الجسم عبارة عن بلد، تمام؟ يعني الدم الموجود جوه اي جسم كائن حي سواء كان انسان او حيوان 8% من وزن الجسم عبارة عن بلد. وبالتالي لو انت عايز تعرف قد ايه كمية الدم الموجودة داخل الجسم بتضرب وزن الجسم في 8% يدي لك ايه؟ يدي لك اللي هو كمية الدم اللي موجودة داخل الجسم. كمان احنا عارفين ان الدم بيتكون من سيلولار بارت ومن فلويد بارت. الفلويد بارت بقول عليه البلازما، وان السيلولار بارت بقول عليه السيلز، بقول عليه اللي هو الخلايا. الخلايا تلات انواع، الري بلس سيلز والواي بلس سيلز والبليتلتس. دي بتكون حوالي 45% من الدم، يعني من 35 ل 45% من البلاد عباره عن سيلز، والباقي عباره عن بلازما، والباقي عباره عن بلازما. البلازما 92% منها عباره عن ميه، عباره عن ووتر. وال 8% الباقيه عباره عن اللي هي الحاجات اللي دايبه في البلاد، سواء كان بروتين او كان فيتامينز او كان انزيمز او كان مينرالز، باقي الحاجات اللي موجوده. طبعا الميجور سيل اللي موجوده في البلاد اللي هي ايه؟ اللي هي الريد بلاد سيل، هي الريد بلاد سيل، تمام؟ بيليها طبعا في العدد اللي هي البليتلتس، وبيليها في العدد اللي هو الوايت بلاد سيلز. يعني الريد بلاد سيلز تبقى بالمليونز، البليتلتس بتوصل في بعض الانيمالز لغايه 800,000، في الهيومن لغايه 400,000 خليه. طبعا البليتلتس بير كيوبيك مليمتر، لكن خلايا الدم البيضاء بتوصل دايما بتبقى الرينج بتاع من 4 ل 12,000، في بعض الحيوانات بتوصل لغايه 19,000 خليه بير كيوبيك مليمتر. الحاجه الثانيه عايزكم تعرفوها ان احنا لما بنشتغل على البلاد ريبورت وبنعمل كاونت، احنا بنطلع الكاونت بير كيوبيك مليمتر، بير كيوبيك مليمتر مش بير كيوبيك ملي لتر، تفرق. عارفين احنا الملي او السنتي بيحتوي على 10 مليمتر، تمام؟ احنا بناخد المليمتر ده، المليمتر بيبقى كيوبيك، يعني زي ما يكون عباره عن صندوق الطول مليمتر والعرض مليمتر وارتفاع مليمتر، يبقى الحجم المساحه الحجم هنا كام؟ كيوبيك مليمتر، ده اللي احنا بنقيس فيه. وبالتالي لو انا لما اقول لك مثلا ان ري بلس الكاونت في عينه 5 مليون، معناها 5 مليون بير كيوبيك مليمتر، معناها ان انا لو عايز اطلعها في الملي اضربها في كام؟ اضربها في 1000، اضربها في 1000، تمام؟ ولو عايز اطلعها في اللتر اضربها في 1000 كمان. واضح الكلام؟ وبالتالي الجسم بيحتوي على عدد خلايا دم حمراء بتوصل بالتريليونز، بتوصل بالتريليونز بالعدد بتاعها اللي هو التوتال. يعني الملي بيحتوي على بالمليون، المليمتر بيحتوي بالمليون اللي هو كيوبيك مليمتر، الملي بيحتوي بالبليون، الليتر بيبقى بالتريليون. عشان كده الريد بلاد سيلز لما نيجي نحسبها بالليتر بتلاقي في بعض الريبورت بتبقى كاتبه، مش عارف هنا موجود ولا لا، في بعض الريبورتس دي طبعا كاتب بالمايكرو ليتر. المايكرو ليتر هو الكيوبيك مليمتر، المايكرو ليتر هو الكيوبيك مليمتر، لان الملي بيحتوي على 1000 مايكرو ليتر، الكيوبيك مليمتر برضه الملي ليتر بيحتوي على 1000 كيوبيك مليمتر، تمام؟ الحاجات دي مهمه بالنسبه لكم بس عشان تعرف قد ايه كميه البلد الموجوده داخل الجسم، تمام؟ فبالتالي احيانا في بعض الريبورتات بتلاقي اللي مكتوب مثلا في الري بلس الكاونت مش 10 اس 6، بتلاقيها 10 اس 12 بالتريليون بير ليتر، تمام؟ لكن هنا 10 اس 6 مثلا في الري بلس سيلز بير ايه؟ بير مايكرو ليتر او بير كيوبيك مليمتر. الحاجه الثانيه اللي عايز اعمل عليها ستريس، التمييز. التمييز بتاع الحاجه اللي بتقيسها مهم جدا. يفرق معايا التمييز، يفرق التمييز في حاجات كتير، يعني في حاجات بايوكيميكال مثلا كومبوننت في البلاد بتتقاس بالملي جرام، وبرضه ليها وحده قياس ثانيه مثلا بالملي مول. تفرق لو انا كتبت القياس ده ملي جرام او كتبته ملي مول، تفرق. لازم انا، لان طبعا هنا الانتربريتيشن او يبقى اكوردنج ليه الريفرنس رينج هيفرق، انا هستعمل الريفرنس رينج بتاعي بالملي جرام او بالملي مول. فبالتالي لازم تكتب التمييز، يعني دايما احنا بنحاسب، يعني لما تيجي تعمل مثلا ريد بلس كاونت وتكتب لي العدد 5 مليون وتقف، لازم تكتب لي بير كيوبيك مليمتر او بير مايكرو ليتر. لو شغال على الهيموجلوبين لازم تكتب لي جرام بير ديسيليتر. بدات انت في الهيماتولوجيكال اناليسيز وعرفت ان انا في الهيماتولوجيكال اناليسيز هشتغل على السيلز الموجوده داخل البلاد، وبدات طبعا في الريد بلس سيلز، وكان الهدف تعرف
ازاي انا اعمل ايفالويشن للريد بلاد سيلز داخل الدوره الدمويه. طبعا زي ما انتم شايفين ده البلاد ريبورت اللي هو في النهايه ان شاء الله في نهايه المحاضرات عايزينك تبقى عارف كل حاجه هنا معناها ايه، لان دايما الريبورت بيجي لك بالطريقه دي. يعني مثلا الريد بلاد سيلز بتجي لك بالصوره اللي انت شايفها دي، ار بي سي، هيموجلوبين، اتش جي بي، هيماتوكريت، اتش سي تي، ام سي في، ام سي اتش، ام سي اتش سي، ار دي دبليو. تمام، البليتلتس هتلاقي فيها بليتلت كاونت، هتلاقي في حاجه اسمها ام بي في، بي سي تي، بي ال تي. لازم تبقى عارف انت كل مصطلح من دول معناه ايه، اختصاره ايه، تمام، وبيفيدني في ايه، وبيفيدني في ايه. ده الغرض من الحاجات اللي احنا بنشرحها والحاجات اللي انت بتاخدها معانا في النظري او في العمل. طبعا عرفتوا فيه عشان اعمل انا ايفالويشن لبلاس سيلز في جزئين، في جزء كوانتيتيف وفي جزء كواليتيف. كوانتيتيف وكواليتيف. كوانتيتيف اللي انت بتعمله داخل المعمل، بتعد خلايا الدم الحمراء، بتعد خلايا الدم البيضاء، بتحسب مثلا الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي، ده كله كوانتيتيف. الكواليتيف ان انا لازم اشوف شكل الخلايا، اشوف شكل الخلايا. يعني مثلا في حاله الريد بلاد سيلز عرفت ان انا لازم اعمل بلاد فيل واشوف هل الخلايا دي هل في بوي كيلو سيتوزس ولا لا، هل في ان ايزو سيتوزس او انيسو سيتوزس ولا لا، هل في انكلوجن بادز موجوده في الخليه ولا لا، هل في اي مورفولوجيكال تشينجز موجوده في الخليه. دي كله بعرفه ازاي؟ بعرفه عن طريق الكواليتيف اللي انا بعمل اكزامينشن للبلاد فيل. في الواي بلاد سيلز هنعرف برضو ان الخلايا ليها شكل نورمال. ازاي هتعرف على الابنورماليتيز بتاعت الخلايا؟ ازاي هتعرف اذا كان في مثلا ليوكيميك سيلز موجوده في البلاد، اذا كان في اماتيور سيلز موجوده في البلاد؟ الحاجات دي كلها عشان اتعرف عليها لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل كواليتيف اناليسيس. وبالتالي مفيش بلاد ريبورت يطلع من غير الاثنين. يعني ما ينفعش تعمل كوانتيتيف من غير ما تعمل ايه؟ من غير ما تعمل كواليتيف. واضح؟ خدتوا انتوا في الجزء بتاع الريد بلاد سيلز اللي انا بعمل لها ايفالويشن عن طريق الكاونت، الريد بلاد سيل كاونت، الهيموجلوبين كونسنتريشن، البي سي في، وبعدين بحسب الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي. وبعدين في حاجات ثانيه بتتحسب في بعض الاجهزه ما خدتوهاش انت يمكن، هي اسمها الار دي دبليو، الريد بلاد سيل ديستريبيوشن ويدث، ودي بتعكس لي مدى الفاريشن اللي موجود في السايز اوف ذا ريد بلاد سيلز في البلاد سيركيوليشن، اسمها الار دي دبليو، بس هتلاقيها موجوده في الريبورتات اللي طالعه من الاجهزه بتاعت الكاونت. الواي بلاس سيلز تختلف طبعا عن الريد بلاس سيلز، ان الريد بلاس سيلز هي عباره عن خليه واحده، خليه واحده موجوده داخل الدوره الدمويه، لكن الواي بلاس سيلز عباره عن كام؟ عباره عن خمس انواع من الخلايا، خمس انواع من الخلايا. عشان كده انا دايما في حاله الريد بلاس سيلز بقول ريد بلاد سيلز كاونت، لكن في حاله الواي بلاس سيلز بقول توتال، توتال واي بلاس سيلز كاونت، لان هي مش خليه واحده، ده هم مجموعه من الخلايا وانا بطلع العدد الكل كام، فبالتالي اسمه توتال واي بلاس سيل كاونت. هتلاقي في الريد بلاس سيل كاونت انت كنت بتعمل كاونت للريد بلاس سيلز بتعدها، ما هي خليه واحده متكرره كتير، لكن الواي بلاس سيلز انا بعمل توتال كاونت وبعمل ديفرنشال كاونت، بعمل توتال وبعمل ديفرنشال. التوتال الغرض منه ان انا اقول عدد الخلايا الواي بلاس سيلز كلها على بعضها كام؟ طب الديفرنشال لا، انا عايز اعرف نسبه وعدد كل خليه من خلايا الوايت بلاس سيلز قد ايه؟ يعني عايز اعرف النيتروفيلز نسبتها قد ايه؟ وعددها قد ايه؟ الليمفوسايتس، الزينوفيلز، البيزوفيلز وهكذا. بعرفهم ازاي؟ بعمل حاجه اسمها ديفرنشال ليكوسايت ايه؟ ليكوسايت كاونت، بعملها عن طريق حاجه اسمها الدي ال سي او ديفرنشال ليكوسايت كاونت باستعمال البلاد فيلم، البلاد فيلم. طبعا انت هتقول لي ما في بعض الاجهزه بتطلع الديفرنشال، بتطلع الديفرنشال. شوف يعني 99% من الاجهزه بتطلع الديفرنشال ثلاث ارقام. ثلاث ارقام. يعني ايه؟ تطلع لك الليمفوسايت كرقم، وتطلع لك الجرانيولوسايتس كرقم مع بعض، الزينوفيلز والبيزوفيل والنيتروفيل رقم واحد، وتطلع لك المونوسايتس. فبالتالي ما بتقولكش بالظبط، ما بتقولكش بالظبط النيتروفيل كام؟ الزينوفيل كام؟ البيزوفيل كام؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، الخلايا اللي عد خلايا الدم البيضاء في الاجهزه بيعتمد طبعا على وجود النيوكليس، تمام؟ فبالتالي احيانا بيبقى فيه في البلاد نيوكليتد ريد بلاد سيلز، نيوكليتد ريد بلاد سيلز. لو الجهاز هيعدها على انها ايه؟ على انها وايت بلاد سيلز فهيدي لك ايرور. لكن انا عشان اقول ان دي وايت او دي ريد، نيوكليتد ريد بلاد سيلز او وايت بلاد سيلز، لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل البلاد فيلم.
الجهاز ما يقولكش ابدا عن المورفولوجي بتاع الخلايا. يعني الاجهزه، في بعض الاجهزه بتطلع ايه، تيجي مثلا يحسب الام سي في، ليه الام سي في؟ الخلايا ماكروسيتك ليها كبيره، فيكتب لك من تحت الجهاز اللي بيكتب، يكتب لك من تحت ماكروسيتوزيس، بولكيلوسيتوزيس، تمام، وهكذا، تمام، هايبوكروميشيا، ماشي. يبقى هو الجهاز اللي ممكن الجهاز يكتب انتربريتيشن، لكن لازم انت لازم انت وانت بتعمل بلاد كاونت لازم تعمل ايفالويشن للكاونت، ولازم تبحث بلاد فيلم. مين الادق بقى الديفرنشال؟ هل ديفرنشال الكاونت ادق ولا البلاد فيلم ادق؟ البلاد فيلم ادق من الجهاز في الديفرنشال ليكوسايت كاونت. يعني لازم تعمل الديفرنشال ليكوسايت كاونت مانيوال، لازم تعمله مانيوال، ما ينفعش تعمله ابدا على الجهاز، ولازم تعمل البلاد فيلم، ولازم تشوف شكل الخلايا، لازم تشوف شكل الخلايا، تمام؟ زي ما انتم عرفتوا برضو قبل في المحاضرات اللي فاتت، اني انا عشان اشتغل على عينين دم في اللي هو بعمل بيها كاونت، بشتغل على ايه؟ على عين الدم متجمعه على اديتر. ده هو افضل انتيكو اجولانت لعمليه الايه؟ للكاونت، للسي بي سي، اللي انا بشتغل على الايديتا، لان الايديتا طبعا من ضمن المميزات بتاعته ان هو مش بيأثر على الستيننج افينيتي بتاعت الخلايا، يعني الخلايا الستيننج بتاعها بيطلع كويس. الهيبرين بالرغم ان هو ناتشرال انتيكو اجولانت موجود داخل الجسم، الا ان هو بيأثر على الستيننج افينيتي بتاعت الخلايا، والخلايا ما بيطلعش ما بتاخدش الصبغه كويس، الخلايا بتاعت الايه؟ بتاعت الواي بلس سيلز. في طبعا انواع ثانيه من عينات الدم اللي هي البلازما، ودي طبعا ان انا لو عملت سنتريفيجيشن لعينه الايديتا هيديني ايه؟ هيديني بلازما. في عندنا عينه السيروم، طبعا انها لو جمعت عين الدم وزاوت انتيكو اجلانت وسبتها في الروم تمبريتشر نص ساعه ورجعت سنترتها، اللي هيطلع عندي اسمه ايه؟ اسمه سيروم، اسمه سيروم. وفي بعد كده اللي هو البلاد فيلم، دي العينات المختلفه للبلاد سامبل، دي عينات الدم المختلفه، وطبعا كل واحده ليها وظيفه مختلفه عن الثانيه هتاخدوها في العمل. طبعا انتوا عارفين ان الغطا ده مميز، يعني هو مش محطوط كده وبس، وانترناشونال، تمام، انترناشونال، يعني كل انتيكو اجولانت ليه غطا مميز معروف، تمام. يبقى انا بعرف نوع الانتيكو اجولانت من الغطا اللي موجود على ايه، على الانبوب.